يا ابني ده هو الجبن واحد ولا اتنين؟ لا الجبن ده واحد، يبقى يا ابني دي تاخد هو، يبقى احنا قلنا واحد هو المفرد المذكر، هو المفرد ايه؟ المذكر، يعني ولد واحد. قلنا هي جد للمفرد مؤنثة، ايه المفرد مؤنثة؟ يعني بنت واحدة، يعني بنت، تعالوا نبص كلمة هي مهندسة، مهندسة بنت ولا مش بنت؟ بنت، واحدة ولا مش واحدة؟ واحدة. طب احنا لو خدنا هي مع الثانية، ينفع اقول هي يا ابني ولا هي تبني؟ اقول هي تبني البلد. تالت حاجة عندنا هما، هما دي قطة طماعة، بتاخد الاتنين، بتاخد ايه؟ الاتنين، الولدين والبنتين، الولدين والبنتين، قالت هما دي للمثنى، مثنى يعني اتنين، مثنى يعني اتنين، قالت بتاخد المثنى المذكر والمثنى المؤنث، يعني بتاخد الولدين وبتاخد البنتين. تعالوا نبصوا مع بعض، هما معلمان، تعالوا نفتكر لما خدنا قبل كده دمار المخاطر، احنا قلنا الألف والميم دول لازم يكونوا ايه؟ زيادة، لازم يكونوا ايه؟ زيادة، يعني لو شفتهم الكلمة هتطلع كلمة معلم، لكن لو كتبت كلمة زي كلمة رمضان ينفع تشيل منها الألف والميم؟ تبقى ايه رمض؟ دي ما تنفعش، دي مفرد، دي ايه؟ مفرد ما تمشيش معايا مش عارف. مخلصان، ايه؟ تبقى ألف والميم، والألف والميم لو كانت شفتهم هما ايه؟ زيادة، يبقى هما دي الاتنين، معلمان مخلصان يعني ولدين. بعد كده قلنا هما معلمتان، مخلصتان، معلمتان دول ولدين ولا بنتين؟ مركزين دول ايه؟ بنتين دول ايه؟ بنتين. قلنا لو بتفتحوا احنا قلنا كلمة مفتوحة تيجي نجيبها ازاي؟ قلنا لو كتبنا كلمة معلمة، فاكرين؟ قلنا الكلمة مربوطة في المثنى بتبقى كلمة مفتوحة، بعد كده بحط الألف والنون بتاعتها. هما معلمتان مخلصة تاني، وقلنا المثنى بيحب ايه؟ بيحب ايه؟ قلنا المثنى بيحب ايه؟ طب احنا خدنا المثنى مع الاسم، تيجي ناخدها مع الفعل، اقول هو يشرحان، اهو مثنى اتنين، اهو اخرها الف ونون، هما تشرحان، اهو اتنين اخرها الف ونون. بعد كده اقول هو لجمع المذكر، يعني ايه لجمع المذكر؟ يعني الولاد، يعني ايه جمع المذكر؟ يعني الولاد، اقول هم فلاحون، دول ولاد ولا مش ولاد؟ قلنا الجمع المذكر اللي قلنا ده بيحب الام والنون، بيحب الولد والنون، ولازم يكونوا ايه؟ زيادة. يعني ايه مش زيادة؟ يعني لو شلتها هتطلع لي كلمة صح. مخلصون قلنا اخرها واو ونون، لو شلتها هتطلع لي كلمة مخلص. طب انا لو جبت عملتها مع الفرقوهم يزرعون، اهو اخرها الواو والنون، وقلنا ايه؟ زيادة. هناخد بعد كده كلمة هن، ما ينفعش تكتبولنا من غير الشرطة، ما ينفعش تكتبولنا من غير الشرطة والفتحة. قال لك جمع المؤنث يعني جمع البنات، قولوا هن طالبات. قال لي افتكروا برضه كنا بنعمل دي ازاي؟ قلنا كلمة طالبة اهي، وبعد كده بعمل ايه؟ بكتب كلمة والكلمة مربوطة تبقى كلمة مفتوحة، فبحط قبلها سهلة ولا صعبة؟ يعني قلنا مع هن مع فعل تحب ايه؟ نون النسوة، نون النسوة. يعني ايه مثلا؟ هجيب الفعل في المفرد اللي هو مثلا الدفع، هجيب الفعل في المفرد اللي هو ايه؟ فتحة، وحطيت لها نون، فتحة نون، دي اسمها نون النسوة، نون النسوة دي اللي هي بتاعت البنات. هقول مثلا دوعة هتبقى كلعبنة، سهلة ولا صعبة؟ يبقى احنا عرفنا ايه هما دمار المخاطر؟ قلنا ايه؟ هو للولد، هي للبنت، هو للاثنين ولدين او بنتين، هم للولاد وهن للبنات، ولازم عند هنا لازم احط الشده والايه؟ والفتحه. طب انا هنا في البيت ده ولد ضاع ضمير مناسبه لمكان النقطه مما بين القوسين، هو وهي وهم وهما وهن. اول مثال عندنا، عندنا فنان معروف، ده واحد ولا مش واحد؟ ممتازين واحد، بحط له ايه؟ هو. طب كلمه معلمه احط لها ايه؟ معلمه بنت، تبقى هي. لاعبتين، دول اتنين، طب دول ولدين ولا بنتين؟ لا بنتين عشان اخرها الالف والنون مسبقها اتنين. سهله ولا صعبه؟ يبقى احط لها ايه؟ هما. فلاحون، دول ولاد؟ احط لها ايه؟ ولاد. هم. معلمان، دول ولدين ولا بنتين؟ لا دول ولدين يا ميس عشان اخرها الف والنون وفيها ابنها تاني، يبقى ايه؟ هما، عشان دول اتنين. مهندسات، دول ايه؟ بنات، دول ايه؟ بنات، عشان خلال كلمة مفتوحة مسبقها بالألف، أقول ايه؟
يلا بينا. سن هذه الجمل وجمعها، قلنا سن يعني مثنى يعني اثنين، مثنى يعني اثنين، هو طالب مثنى، هو ده يعني. طب ايه المثنى بتاع هو؟ تعالوا ندور عليها. هو هما، ايوه هو دي اللي هي الطماعه بتاعت الاثنين. اقول ايه؟ هما قلنا في المثنى بيحب يكون اخره ايه؟ الف وميم. طب لو جمع الولاد، ايه جمع الولاد؟ قول ايه؟ قلنا هم جمع الولاد، قول ايه؟ هم جمع طالب هتبقى طلاب، وقلنا في الجمع بيحب الجو ممكن. يلا بينا. دي بنت هي تحت في الدرس بنت. طب ايه المثنى؟ ايه الاثنين؟ ايه الطماع؟ هما. واكتب الكلمه زي ما هي وحط اخرها الالف والايه؟ نون، عشان المثنى بيحب الالف والنون. وحط كلمه. طب ايه الجمع بتاع البنات؟ هن نات. ايه الجمع بتاع البنات؟ هن نات. فاكرين احنا قلنا بنعمل اخرها ايه؟ نون، سميناها ايه؟ نون النسوة. سمينا نون اسمها ايه؟ نون النسوة. اكتب كلمة زي ما هي هنا وحط اخرها نون اللي هي نون ايه؟ النسوة. يلا بينا هنفتكر مع بعضنا ايه التحليل؟ هنفتكر مع بعضنا ايه؟ التحليل. التحليل ده اللي انا كنت بقطع الكلمة، اللي انا كنت بقطع ايه؟ يلا بينا نقول الأغنية نادي تو 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 قطع قطع يا كتكوت، حط حروف الكلمة جوه بيوت، المد معلي ندور، والساكن معلي قبل، والمتحرك في بيت لوحده، والشدة اتنين اخوات، الأول منها ساكن والتاني متحرك، يبقى احنا عرفنا من الأغنية إن المد بيجيب معاه مد دور، والساكن معلي قبل، الساكن هو إيه؟ إن عرفتكم اللي هي خمسة صفر نور. والمتحرك اللي هو ايه؟ الفتحة أو الكسرة أو الضمة. أيوة ده المتحرك. والشدة اللي هي السين الصغر نون. ممكن تكون شدة عليها فتحة أو عليها كسرة أو عليها ضمة. يلا نقطع. قاف ايه ايه؟ القاف عليها ايه؟ فتحة تبقى ايه؟ لوحدها تزيد. والراء عليها فتحة تبقى لوحدها. الألف عليها فتحة واحدة. بعد كده هم يتقسموا الساكن معلي قبل، يبقى ليهم في مع بعض، والمد معلم حقول. قلنا المتحرك بيجي البيت لوحده، والمد معلم دود، والمتحرك في بيت لوحده. كلمة أصدقائي دي شدة. الشدة عندي اتنين اخوات، الأول الساكن والتاني متحرك. طب احنا مش عارفين ان احنا الالف واللام بنجيبهم مع بعض ولا لا؟ يبقى هجيب الالف واللام مع بعض واخد الحرف الساكن اللي هو ايه لوحده. اسيب الدال اللي هي عليها فتحه واحده؟ لا، اخدها في مقطع لوحده. ده بعد كده ابني المد مع الممدود، قربنا الالف مع بعض، والفاء دي عليها حرف يبقى دي لوحده، ده دي مربوطه لوحده. ده عرفنا بقى يعني عرفنا النهارده خدنا ايه؟ خدنا ضمائر الحرف اللي هم ايه؟ هو وهي وهما وهم وهن. وعرفنا ان هو الولد وهي البنت وهما دي طماعة بتحب الاثنين، الولدين والبنتين. وقلنا هم للولاد وهن للبنات. وقلنا اول